تجدد على شاشة الإسكندرية والعاصمة الثانية، العاصمة الثانية ثانية بثانية. عزيزي المشاهد، معك على الهواء مباشرة. الحقيقة من أكثر الحوارات اليوم وما يهم المجتمع المصري والعالمي هي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فيها الحقيقة ثناء كبير جدا عن جهود وفرحة غامرة لما حدث في الباخرة، والحقيقة شكر كبير القائمين على هيئة قناة السويس، وأيضا كل عامل مصري استطاع أن يقدم شيء لمصر، وبالفعل شافوا ولادنا اللي ما شافوش ولا حضروا انتصارات أكتوبر شافوا قد إيه قناة السويس كانت اليوم حديث العالم وهي قلب العالم بالفعل، وشافوا قد إيه ثقة كل البواخر القادمة من إنها سوف تجتاز هذه المحنة بمنحة كبيرة جدا جدا. وكمان كان هناك حديث عن أثيوبيا والسد، هو هناك بعض التصريحات لسيادة الرئيس اللي بيؤكد فيها اللي لن يفرط في نقطة مياه خاصة بالمصريين. أما من هذا الموضوع بننتقل للحركة الطلابية وبدء عام نصف عام دراسي جديد، وأيضا الإجراءات الاحترازية، بالإضافة كمان لصالون الجامعة، بالإضافة لختان الإناث ومناهضة ختان الإناث. ضيفتنا الليلة مشاهدينا الحقيقة ضيفة ما هيش أستاذة جامعية متوحدة مع كتابها أبدا، هي لها صالون ثقافي بدأ في كلية الأداب ثم انتقل إلى الجامعة، ومع وجود الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة إن شاء الله على وعد منه أن يكون أول صالون لجامعة الإسكندرية هو ضيفه. الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية لديه الكثير والكثير من المشروعات اللي إن شاء الله تهم بشكل كبير جدا مش الجامعة فقط، لا المجتمع ككل، لأن بالفعل دور الجامعة مهم جدا أن يتلاحم مع المجتمع. أي مكان بيبقى عايزين يكون فيه أعمار وتنمية بيكون فيه جامعة، وإذا كان هناك جامعة مثل جامعة الإسكندرية اللي ولد من رحمها جامعة دمنهور ثم جامعة مطروح، وكان في البدء خالص كانت جامعة طنطا أيضا، كل أو معظم أساتذة جامعة طنطا كانوا أبناء جامعة الإسكندرية، فأكيد هي جامعة عريقة. لما يكون أول رئيس جامعة من كلية الأداب هو الأستاذ الدكتور طه حسين، فتأكدوا أن كلية الأداب هذه المنارة الثقافية الكبيرة من الممكن أن تعود لسابق عهدها بشكل كبير جدا وتؤثر. هي جامعة أو كلية العلوم الإنسانية، يعني كل ما يخص الإنسان هناك أقسام خاصة جدا بها. بشرف ان انا بنت جامعة اسكندرية، وبشرف اكتر ان انا بنت كلية الاداب شعبة الاعلام اللي كانت شعبة تضاهي كليات الان. الحقيقة شعبة درس فيها الاستاذ مصطفى امين، درس فيها الاستاذة الكبيرة امال فهمي، تعلمنا على يد الاستاذ يوسف مرزوق، درسنا تاريخ السينما. يعني كلية الاداب دي حاجة لا تتخيلوها، ما هيش كلية بتطلع منتج لا يعمل زي ما كل أو معظم الشباب دلوقتي بقوا يستشعروا ذلك، لا ده احنا ممكن من كلية الأداب دي يكون فيها أشياء كثيرة جدا، في برامج خاصة جديدة، في حركة ثقافية موجودة، لكن نأمل المزيد والمزيد. ضيفتنا الليلة الحقيقة لديها عمق في دراسات المرأة أكثر بكثير من كونها أستاذ جامعة، الأستاذ الدكتور سحر شريف، نورتيني وشرفتيني وكيل كلية الأداب. أهلا وسهلا، أنا نورتينا. سعيدة أن أنا معاك النهاردة. لا ده كل السعادة لي أنا دكتورة، وشرف كبير وجود حضرتك معانا. بس خلينا نتكلم الأول عن الكلية اللي أنا وحضرتك ننتمي لها، كلية الأداب اللي الولاد افتكروا دلوقتي أنه لأنه ما جابش مجموعة راح كلية الأداب. كلية الأداب من أرقى الكليات الموجودة بالجامعات المصرية، كليات الأداب
آداب الإسكندرية لغات وعلوم إنسانية كما تعلمين، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفرنسية، اللغات الشرقية، العبرية، التركية، الفارسية، اللغة الصينية، العلوم الإنسانية، الاجتماع، الأنثروبولوجيا، التاريخ بكل عصوره الفرعوني والإسلامي، الكلاسيك، الحضارة اليونانية والرومانية. كلية الأداب من الكليات العريقة الكبيرة التي تحمل مشعل التنوير في جامعة الإسكندرية. أنا أعتقد أنها واسطة العقد وجوهرته، ليس تعصبا وإنما هذه هي الحقيقة يعني. بالفعل بالفعل. والحقيقة دكتورة سحر أول ما بقيت وكيل أو من قبلها بشوية ابتدى صالون الثقافي لكلية الأداب، والحقيقة لم يقتصر دور الصالون الثقافي على أنها تدعو فقط الأساتذة أو الطلاب، ولكنها انفتحت على العالم الخارجي، فكان هناك دعوة لمجموعة من المثقفين. عملت كم صالون في الكلية دكتور؟ كتير. الصالون الثقافي لكلية الأداب بدأ معي كفكرة لأني يعني معتادة على ارتياد الساحات الثقافية والمحافل الثقافية، فيعني قلت ولما لا، فتوجهت لدكتورة غادة موسى، كانت عميدة أول عميدة سيدة طبعا لكلية الأداب، ودكتور هاني خميس القائم الآن بعمل العميد، كان وكيلا أيامها للبيئة وخدمة المجتمع، تفهم جدا ورحب بالفكرة وأتاح لنا ان احنا ننطلق بالصالون الثقافي، ليس صالونا للأدب والشعر فقط ولكنه في شتى مجالات الحياة، يعني يضم الجامعة والطلاب والأساتذة المجتمع وكل المجتمع السكندري والوسط الإعلامي. تحدثنا في موضوعات الإعلام، السياسة، الدبلوماسية، الطب، ناقشنا فروع الحياة المختلفة، الجيش، حرب أكتوبر. الحقيقة شهد الصالون نشاطات عديدة جدا، وبعد ذلك دعانا الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لقطاع البيئة وخدمة المجتمع السابق، دعانا لأن يكون صالون الأداب صالونا لجامعة الإسكندرية، وبالفعل تم افتتاحه مارس الماضي. صالون الجامعة افتتحه السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف. وكان لي الحظ الحقيقة أن أنا حضرت هذا الصالون كوني ابنة من بنات جامعة الإسكندرية وليس كأعلامية خالص، والحقيقة كان حاجة مشرفة جدا، حاجة مشرفة أن تجد يعني المكان اللي احنا تربينا فيه وهو مختلف وهو يعني متناسق أو متسق مع المجتمع بشكل كبير جدا. وبالأمس القريب كان هناك لقاء مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، ووعد بأن يكون إن شاء الله، بس ربنا يزيح وياخد من حياتنا الكورونا إن شاء الله، يكون هو أول ضيف لصالون الجامعة. بالفعل إن شاء الله. الصالون مستمر عبر تطبيق الزوم مرة كل شهر، لكن كما وعد معالي بنأمل أن يلتقي بأبنائه الطلاب والمجتمع السكندري والإعلاميين والأساتذة الجامعيين لنتحدث يعني حديثا طويلا معه من القلب، ويعني آمل أن يطلع الإعلام على إنجازات جامعة الإسكندرية. الجامعة نشيطة جدا جدا ولها
باع كبير على المستويات الثقافية والمؤتمرات والقوافل والاتفاقيات الدولية، مستوى التعليم، التزامها بسياسة الدولة، التعليم الهجين، الإجراءات الاحترازية. في الحقيقة الجامعة خلية نحل دؤوب، ففعلا نحن محتاجون إلى أن نسلط عليها الضوء وعلى العمل الكبير الذي تقوم به الجامعة في المجتمع. أكيد دكتورة سحر، ده هيخليني أقول لك أن كلية التجارة مثلا كان لها باع في التواصل مع الجامعات خارج مصر زي بواتيه مثلا، وكان لهم برامج خاصة. كلية الهندسة نفس الحكاية، وعملوا الاس اس بي. ليه كلية الاداب وهي يعني كل الموجودين فيها حاصلين او معظمهم على درجة الماجستير والدكتوراه من باريس، ومن ليه احنا توقفنا عند حد معين ولم نجد او لم نأتي بجديد في هذا المضمار؟ لا، في الحقيقة كلية الأداب لها اتفاقيات مع الجامعات الصينية في تبادل ثقافي، وهم يرسلون أبنائهم إلينا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه. احنا العكس، احنا عايزينهم ولادنا. اتفاقيات أيضا مع أوروبا ومنظمات اليونسكو. عندي مركز الآثار الغارقة، الدكتور عماد خليل عامل اتفاقيات هيلة في الحقيقة في هذا المجال. يعني ما فيش تفكير يا دكتور، يعني المركز أكيد عنده نشاطات رهيبة. كان متحف الكلية لسه عاملين نشاط مع الجانب الفرنسي، ومطلعين كتالوج يضم كل قطع المتحف بالعربية والفرنسية، ومجهود حلو جدا جدا. أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد هذا المنتج وهو الطالب اللي بيتخرج. كل يوم الجامعات فيها جديد، وكل يوم الكليات فيها جديد. أنا عايزة أخرج طالب من كلية الأداب يكون هذا المنتج اللي هو الطالب يحتاجه سوق العمل، من المتطلب بتاع سوق العمل. بمعنى الياباني أو الصيني عفوا، كان في يعني الإعلام أول ما ظهر كان نفس الحكاية. يعني ليه ما يبقاش عندنا مثلا المسرح والإعلام؟ أولا الإعلام ما بيخرجش غير علاقات عامة، وما عندهمش شعبة إذاعة أو قسم إذاعة وتلفزيون، فدي إشكالية كبيرة أن يكون في قسم مفهوش إذاعة وتلفزيون وهو إعلام، وبدأنا إحنا منه الحقيقة. الشعبة كانت قوية جدا. المسرح نفس الحكاية، يعني في مثلا زي أدت في باريس متخصصة في التصوير، ليه أنا ما أعملش اتفاقية دولية بحيث أن أنا أطلع منتج؟ الناس فاكرة أن المصور ده هو المصوراتي، المصور زميل اللي كان واقف قدامنا هو خريج معهد سينما طبعاً. 4 سنين طبعاً. فنون تطبيقية طبعاً. هما بس الجهتين المعتمدتين. ليه ما يبقاش في توأمة في حاجات أخرى، برامج مختلفة؟ يعني أعتقد أن الجامعات الجديدة بتعمل ده. في الحقيقة الكلية عندنا بالنسبة لقسم المسرح هو في الأساس قسم الدراسات المسرحية، مختص أكثر بالنقد المسرحي. أيوة. وإن كان الآن يعني بيخرج ممثلين وبيخرج مخرجين، وفي الستاف إخراج دلوقتي وإخراج مسرحي. عندنا زمايلنا هنا كتير خريجين مسرح. بالنسبة لقسم الإعلام أعتقد المسألة مادية، المسألة إمكانيات. القسم محتاج إلى استوديو لكي يعمل أكثر، ولكي يأخذ اعتماد الإذاعة والتلفزيون. ويأخذ اعتماد الإذاعة والتلفزيون، وأعتقد أن أتمنى. الجامعة شغالة على الموضوع ده، ولأنه يعني القسم تقدم إلى الجامعة عشان تديله الاعتماد المالي لافتتاح الاستوديو ده. أيضا بالنسبة للبرامج الجديدة التي افتتحت في كلية الأداب زي الصوتيات القضائية ده
برنامج جديد دراسي 4 سنوات يمنح البكالوريوس. ده مش في الفوناتس؟ لا ده برنامج جديد بيعمل بعد كده الخريج في الطب الشرعي وبصمة الصوت والقضايا. فده مجال جديد. ده مجال جديد إيه بقى؟ يعني ده من سنة أولى عادي ولا هو دفعة تخرجت منه وما زلنا بنقبل. في ايضا عندي الجيوماتكس في شعبه انبثقت من قسم الجغرافيا القديم. اصبحنا عندنا برنامج جديد اسمه الجيوماتكس ليواكب الدراسات المساحية الجديدة. دي يا دكتور يعني وحدات ذات طبع خاص يعني بفلوس. دي برامج بفلوس لكن مش غالية قوي زي الكليات التانية الجامعات الخاصة. دي برامج جديدة بتخرج ناس. عندي ايضا برامج لتخريج عندي اللغة العربية لغير الناطقين بها، بدي بكالوريوس دلوقتي من البرامج الخاصة دي. فإحنا بقى عندي تجارة دولية برضو فتحت دي، بس مش زي بتاعة كلية التجارة. البكالوريوس عندي بيركز على اللغة بين العربية والإنجليزية والعربية والفرنسية في كتابة العقود وما يتعلق بالعمل في التجارة الدولية. يعني البكالوريوس عندي له طبع خاص مختلف عن كلية التجارة. مش بكالوريوس مش ليسانس بكالوريوس ليسانس أيضا. مختلف طبعا عن كلية التجارة. طيب خلينا بقى نبعد عن الكلية، بس قبل ما ابعد عن الكلية خلينا اتكلم عن الاجراءات الاحترازية. وانتوا خلاص رجعتوا احنا ما زلنا في امتحانات التخلفات. الاجراءات الاحترازية كما هي ولن تتغير. مسألة التعقيم قبل الامتحان وبعد الامتحان بعد كل لجنة، تعقيم اللجان، مسألة قياس درجات الحرارة، الحرص على ارتداء الكمامات، مطاردة الطلاب والموظفين ومرتادي الكلية من الجماهير بأنه البس الكمامة من فضلك. أنت تحاربين وعي مجتمعي، وعي مجتمعي أفراده لا يحبون التقيد ولا الالتزام. هذا ما نحارب من أجله. فيعني لا حيلة لنا إلا المطاردة. متى يقتنع المواطن المصري فعلا أنه لابد أن يرتدي الكمامة، لابد أن يراعي فعلا الإجراءات الاحترازية؟ المسألة مسألة وعي مجتمعي، وعي لدى الشعب. لازم نقول للناس ان الاعداد زادت، يعني الاعداد النهاردة ومبارح ومن ايام الحقيقة زادت. فخلوا بالكوا احنا مقبلين على شهر كريم، يعني مش اكتر من احنا ننتقل لا في انفسنا. اللي عيان يا جماعة يقعد في البيت عشان ما يعديش الاخرين. يعني قد تتحمل أنت وقد تكون حامل للمرض لكن غيرك لا يتحمل ذلك. فيعني الناس نتمنى. ومن جامعة الإسكندرية وتحديدا من كلية الأداب حنطير ونسافر للمرأة. المرأة ما هياش الند بالند، وما هياش الولاية، وما هياش لا ده أنا هاخد أنا الولاية وأنت ما تاخدش الولاية. هكلم الدكتورة سحر في أشياء إنسانية تلمسها هي كامرأة عاملة أم وزوجة ومسؤولة عن تربية نشأ وكلية الأداب الغالبية العظمى من البنات. احنا فين يا دكتور من كل هذا الزخم؟ المرأة رغم وصولها لأعلى المستويات، المرأة الآن وزيرة ونائبة وقد تكون بنيوم رئيس وزارة ومحافظ وقاضية ووصلت للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الجنائية، ويعني المرأة أشياء كثيرة جدا. إلا أنه ما تزال النظرة إلى
سيدة ورجل وتمييز في بعض الأوساط المجتمعية، بخاصة في الأماكن اللي هي الأماكن الفقيرة، الأماكن اللي تحت خط الفقر. بنفكر في مبادرة حياة كريمة، بنفتكر أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في القرى الفقيرة والمرأة المعيلة. عالم ينبغي أن نلتفت إليه، عايشين معانا وإحنا عايشين معاهم، لكن مهضوم الحق، لازم نلتفت إليه ونمدله إيدينا. كثيرا يا دكتور ما يقول الرجل أي حقوق مرأة، ده هو اللي عايز حقوق في العديد، لكن على الجانب الآخر نرى حبيبي بتعملي وأنا بعمل من سنوات وبعمل في العمل العام، إن ما زلنا نتمتع بمجتمع ذكوري على أعلى مستوى. ليه؟ رغم كل هذه الحقوق. الذكورية ضاربة في نخاع المجتمع، في التربة، التربة معجونة بهذا الأمر، ربنا عليه كابرا عن كابر. لا 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 نستطيع أبدا أبدا بين يوم وليلة نتخلص من هذه الفوارق. امرأة تربي ابنها أجيال هي ربيت على شيء، تربي هي أيضا ابنها على ما ربيت عليه من التمييز. البنت حاجة والولد طب حضرتك حاجة. أم البنت وولد. طبعا دكتورة ندى يسري حاجة يعني مشرفة جدا، ابنة دكتورة سحر يعني أستاذ مدرس في كلية الأداب جامعة الإسكندرية، والحقيقة يعني ذلك الشبل من هذا الشبل من ذلك الأسد، يعني نفس المكونات والقوة والانضباط وأشياء كثيرة جدا. وعندك ولد، كنت بتعملي التمييز ده بينهم؟ لا إطلاقا، لا تمييز على الإطلاق. ويعني ابني شخصية مستنيرة جدا ولا يؤمن أبدا أبدا بالتمييز، حتى أنه كانت دراسته في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، القسم دفعته كانت تقريبا 40 طالب، ولدين أو ثلاثة في الدفعة والباقي من البنات. أستاذاته كلهن سيدات تقريبا إلا واحد فقط. فيعني مصطفى ربي في بيئة لا تميز أبدا أبدا بين الأنثى والذكر، ولذلك من الممكن أن يكون بشكل مختلف مع زميلاته. أكيد. بوجهة نظر ينظر إليهن بشكل مختلف، وهتلاقيه مع زوجته كده. مناهضة العنف ضد المرأة هي وحدة موجودة في كل الجامعات المصرية، ولكن جامعة الإسكندرية سباقة فعالة. الدكتورة بهية، الأستاذ الدكتور بهية شاهين، هي القائمة على الوحدة. والحقيقة وكيلة الكلية الأستاذة الدكتورة سحر شريف بتشارك وبشكل قوي، وكنا برضو بالأمس القريب في مؤتمر خاص بختان الإناث. ختان الإناث، أنا ساعات لما أتكلم في الموضوع ده أبقى مكسوفة قوي يا دكتور، إن لسه في حد بيختن بناته. طبعا الفعالية كانت، كنت معانا أستاذة أمل، وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية، المدير التنفيذي الأستاذة الدكتورة بهية شاهين. حقيقة استضافت هذه الوحدة السفير الياباني، جاء إلينا من القاهرة مع مجموعة من سيدات المجلس القومي للمرأة. عرضوا فيلم بين شطين. هذا الفيلم لم يكن يناقش قضية ختان الإناث فقط، لكن الفيلم لما عرض ناقش
موضوعات كثيرة جدا، من ضمنها زي ما قلنا المرأة المعيلة، المرأة التي يتركها الزوج بلا عائل وبلا مورد، زواج المبكر، التفرقة بين الذكر والأنثى، النظرة إلى المرأة، النظرة إلى المرأة، خطباء المساجد الذين يغسلون الأدمغة، أو بعض الخطباء الذين ليسوا على المستوى اللائق لاعتلاء المنابر. الفيلم كان يناقش موضوعات كثيرة جدا، على رأسها مسألة ختان الإناث اللي الحمد لله دلوقتي يعني تم التصويت على تجريم هذه المسألة، وده شيء مهم جدا، تجريمها شديد الأهمية، تجريم من يجري العملية من الأطباء أو غيرهم، ومن يصطحب الأنثى أو الطفلة لإجراء هذه العملية يجب أن يكون تحت طائلة القانون. بعد عرض الفيلم دار حوار مجتمعي بين سيدات المجتمع السكندريات من المجلس القومي للمرأة والمحاميات والمهتمين بحقوق الإنسان، رجال ونساء الحقيقة، وطلابنا وبناتنا وأولادنا حول القضايا التي ناقشها الفيلم. الحوار كان بناء ومثمر، ويعني بنأمل في إجراء حوارات كثيرة حول مشاكلنا الاجتماعية، وألا نخجل من كشف الغطاء عن المستور وعرض هذه المشكلات بصراحة، لأنه سياسة دفن الرأس، سياسة النعامة، وأن ندفن رؤوسنا في التراب، وأن نستحي من مناقشة سوءات المجتمع وعوراته، لن يحل أي شيء. الحل هو أننا نواجه مشكلتنا. طيب أكتر حاجة طفت على الحوار المجتمعي وكانت مؤثرة جدا إيه يا دكتور؟ اللفت انتباه مثلا الطالبات والفتيات الصغيرات وتحدثنا فيه المسألة، مسألة استقلال الأنثى استقلالا ماديا واستغنائها، والمسألة مسألة مهمة جدا، يعني كل بنت مهتمة بأن تعمل، بأن تجد مورد رزق. وفي الحقيقة أنه الجامعة الآن أصبحت تدرس منهج ريادة الأعمال الذي يساعد في وحدة كاملة، وحدة كاملة، وأصبح منهج منهج ومتطلب دراسي، متطلب جامعة النهاردة، وإجباري النهاردة، بيعلمهم سواء بنت أو ولد كيف تبدأ حياتك، وألا تبحث عن وظيفة، كيف يمكن أن يعني تعمل مشروعا صغيرا يمكن به أن تشق طريقك في الحياة. ففي الحقيقة يعني كانت تجربة ناجحة جدا ومستمرة إن شاء الله للعام الثاني على التوالي. طب دكتور، من خلال تواجد حضرتك في البحوث واستطلاعات الآراء ويعني الدراسات الميدانية وليس النظرية علشان بعد كده تبقى أبحاث منشورة، إيه أكتر حاجة بتؤثر في عقائد وموروثات مسألة ختان الإناث؟ مين؟ الدين. الخطاب الديني، الخطاب الديني مؤثر جدا جدا في النفوس، وبخاصة لدى الطبقات الفقيرة والجاهلة، لأن يعني يمكن الطبقات المتعلمة بطبيعة الحال هذا الخطاب يؤثر فيها أيضا جدا، ولكن المتعلم لديه من الثقافة والتعليم والعقل والمنطق ما يمكن أن يناقش به مصلحته، ويعلم جيدا أين تكمن هذه المصلحة. أما الطبقات الفقيرة الجاهلة فهي التي تأخذ عن رجل الدين يعني أخذا مباشرا وتصدقه، فإن لم يكن هذا الخطاب ومن يوجه الخطاب إلى المجتمعات التي تحتاج إلى التنوير على قدر المسؤولية وعلى قدر الدعم وعلى قدر الفهم، سيفشل أي حوار مجتمعي وستفشل أي دعوة. كلنا الإعلام طبعا، الإعلام دوره مهم جدا، والدراما والفنون والنعمة، ولكن لا نستهين أبدا
بالخطاب الديني لهذه الفئات، لأنه بعض الفئات لا تشاهد التلفزيون، بعض الفئات لا تطلع على الإعلام، الإعلام قد لا يصل إلى أولئك الناس. طيب الرائدة الريفية والقيادات الطبيعية لهذه المناطق أليس أولى بنا أن احنا نهتم بهم لأنهم الأكثر احتكاكا، هو ما الأكثر تأثيرا في الموضوع؟ طبيعي طبيعي ننتقل إليهم، يعني الجامعة بتلعب دور كبير، القوافل الجامعية، جامعة اسكندرية طلعت قوافل ليست طبية فقط ولكن نحو أمية وتوعوية، ولسه في قوافل تانية خارجة إن شاء الله بعد العيد. لكن إيد لوحدها ما تسقفش، لازم كل المجتمع بكل فئاته يتعاون ويتكاتف لمعالجة هذه العيوب، كل المجتمع بكل منظماته، الدولة ومنظمات المجتمع المدني، الجامعة، الإعلام، كل دول يتعاونوا ويمد إيديهم لهؤلاء الناس، لهذه الطبقات، لأنهم دول ملح الأرض، دول طبقات طبعاً. دي أعداد كبيرة طبعاً. جداً طبعاً. فالفقر، الجهل، المرض ما زلنا إلى الآن نحاربهم، ثالوث قاتل إلى الآن لا نستطيع الانتصار عليهم رغم كل ما وصلنا إليه. بس نستطيع الانتصار عليه لو كان في يعني أشياء توعوية كثيرة جدا قريبة من المجتمع. أنا ضد إن احنا نبحث موضوع ختان الإناث في قاعات، طبعا لا، يعني طبعا يعني لا. او نبحث مثلا تعليم الفتيات او زواج القاصرات او مشكلات الاحوال الشخصيه، ازاي نقعد في فنادق ومؤتمرات نناقش هذه القضايا واصحاب المشكله مش متواجدين، يعني لا ومش حاسين بينا، هم غرقانين في مشاكل في مشاكلهم. دي مشكله النخبه، النخبة تعيش في برج عاجي، تتحدث من منظورها في غرف مكيفة على الأرائك الوثيرة، أما الناس المطحونين فبعيدون كل البعد. لازم نمد جسر التواصل طبعاً. بيننا وبين أهالينا في المناطق الشعبية وأهالينا في القرى، لازم اللي تعلموا من أبناء القرية لا يترك القرية ويعتلي منصبا في المدينة، لا لازم يمد إيده لأهل بلده ولازم يزورها باستمرار، لازم ما يطلعش منها. عضو مجلس الشعب عندما ينتخب ويذهب إلى البرلمان لابد أن يلتفت إلى الوراء طبعاً. ويلتفت إلى من انتخبوه ويعبر عن قضاياهم وعن مصالحهم. طيب. فدي دي مسألة كبيرة قوي. في كده كل فترة بيطلع لنا ترند على السوشيال ميديا، وأنا ما كنتش حابة أن أنا أتكلم في حاجة السوشيال ميديا بس هي اللي بتتكلم فيها، ولكن الحقيقة أنا لقيت بعض طالباتي بيسألوني إيه رأيك في الولاية قبل ما أختم هذا اللقاء. موضوع قديم نشأ من سعي المرأة للحصول على حقوقها في محاكم الأحوال الشخصية، وحوار شديد الأهمية، يجب أن تكون الوصاية على الطفل أو على القاصر مشتركة، يعني في ظروف كثيرة جدا لا تستطيع الأم أن تقدم لابنها في المدرسة أو أن تسحب ملفا، عملية جراحية لابد من موافقة الأب، لما بتلد تضع مولودها لابد أن يسجله الأب أو أحد يعني الجد أو العم أو العصب أو اسم من يتسمى باسم العائلة. طيب ما هي معاها وثيقة زواج رسمية ومعروف، يعني الأب مسافر ما فيش قرايب، لا أشياء كتيرة جدا محتاجة مننا إعادة نظر مرة أخرى. ما هو برضو حتى ده هيخلينا دكتورة نروح ونجري برضو للموضوع الأساسي، تفريق بإحسان، خلينا إذا لم يكن هناك وفاق
ان الطرفين يبقوا على قدر المسؤوليه، مش كل واحد يصب غضبه في ابنه. يعني خلينا العلاقه تبقى طبيعيه ووديه، وعلشان الولاد لا نتعارك على ولايه ولا نوصل للمحاكم عشان ناخد الولايه. يعني ايه القضيه؟ يعني بعض الحالات بيكون الزوج كمان مسافر. طيب الأم هي اللي موجودة، لابد أن تتحمل المسؤولية لسفره حتى لو لم يكن هناك مشكلة. هي مضطرة إلى التعامل مع الأولاد، وسفر الآباء دي شريحة كبيرة جدا جدا من المجتمع، كلهم مسافرين. وفي واحد الأم اللي بتربي والأم اللي بتجري هنا وهنا وهنا وهنا، ما هي لازم تستطيع التعامل مع الجهات الرسمية وتستطيع التصرف يعني في مصائر أولادها القصر. البنوك، صندوق التوفير في البريد، ما تبقى فلوسك وعاوزة تحطيها لابنك ومش ما انتيش قادرة، وهي فلوسك وانت اللي أودعتيها وما انتيش قادرة، بعد كده الأب اللي لازم يسحب هذه الأموال أو يتصرف فيها. يعني أشياء ليست عادلة بصراحة، ليست عادلة. دكتورة سحر نورتيني وشرفتيني، أنا سعيدة. نتمنى مزيد من الوعي ولقاءاتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات على أرض الواقع. بس إن شاء الله ربنا ياخد الكورونا إن شاء الله. يعني بندعوكم وأدعو برنامجك طبعا، وإن شاء الله تنورينا في القوافل اللي هتخرج بإذن الله لأهالينا بعد العيد، وتشوفي بنفسك والإعلام يشوف يعني كيف نمد جسور الصلة بين الأبناء المجتمع المتعلمين والأبناء الذين يحتاجون إلى أن يتلقفوا يد العون. بشكرك جدا الأستاذ الدكتور سحر شريف، وكيل كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والسيدة المستنيرة بشكل كبير جدا اللي فهمت وعايمت ونفذت دور الأستاذ الجامعي بأنه لا يتوحد داخل جامعته بل ينصهر في المجتمع حتى يعطي بعلمه الغزير في هذا المجتمع. تحياتي، بشكر حضرتك جدا، وحسن الختام فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي، كانت معكم أمل صبحي.